معنا ما حبايش الطلبة موزعين على أربع لجان، مدرسة لجنة التوعية الثانوية، لجنة 42، قلاع التحرير 59، وزعنا الطلبة على جميع المدير الخاصة لما نكونوا فيه. هذا شو رأيك لو سمحت؟ الوزارة بحذافيرها لأنها صادرة من جهة اختصاص ومختصين في عملية الامتحان. الأسئلة في موعدها، واللي طبعا صادف وجود رحلة جو يعني أيضا يعني بحيث لا تكون متوقفة في المنهج، هذه أمور متفنية وتوثيق هذه الامتحانات بالصور والتعليقات ونتابعوا جدا على موضوع الجائحة، التباعد الاجتماعي داخل الحمامة، وأيضا لجان الامتحانات لابد يكون عندها مقياس درجات الحرارة. بناء على قرار معالي وزير التربية والتعليم بحكومة الوطنية بشأن تسمية لجنة المشرفة على امتحانات مرحلة التعليم الثانوي، والتأم الاجتماع اليوم بنصاب كامل بإذن الله تعالى، وتم مناقشة المشاكل المحاطة وآلية متابعة الامتحانات حتى تكون بشكل جيد، وتم توزيع الاختصاصات على الأعضاء المشكلين بناء على هذا القرار، والامتحانات إن شاء الله تعالى ستنطلق يوم السبت بإذن الله تعالى، السبت القادم عند 9 صباحا، والاستعدادات أصبحت الآن تامة تماما من خلال اللجان المشرفة على اللجان المختلفة الخمسة، وعدد الطلاب طبعا 485 طالب، وتم الاهتمام كثيرا ببرنامج التباعد داخل الفصول، وتوصية اللجان بمتابعة ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة لكل طالب أو موظف يدخل اللجان بإذن الله تعالى. نتمنى أن تكون هذه الامتحانات على غرار امتحانات التعليم الثانوي أو التعليم الأساسي التي انتهت قبل أسبوع وكان إيقاعها منظما تماما، ونتمنى التوفيق للجميع.